الموقف. على فكرة لو كان الرئيس مرسي الأسبق كان قد استمع إلى النصائح المتعددة التي تكررت فوق 8 مرات من الفريق عبد الفتاح السيسي، فريق أو عبد الفتاح السيسي حينئذ وزير دفاعه، بأنه غير الحكومة صالح المعارضة السياسية، الغي الاعلان الدستوري المكمل، كان زمانه بيحكم مصر لحد النهاردة. حتى لو الناس خرجت؟ لا ايوه، ما هو ساعتها ما كانش حد ساعتها. أيوة. ساعتها المفروض انه كان في طلبات، في طلبات اذا الطلبات دي انت جيت مبكرا واستجبت ليها، خلاص يبقى انت شلت الفتيل. الفتيل بالعكس، ده انت كان ممكن في الحالة دي تحط الجيش في وضع شديد الحرج، انك انت تستجيب للطلبات والناس برضو تخرج تنزل. فساعتها كان هيبقى الجيش في مأزق، لانه في الحالة دي طب احنا طلبنا منك طلبات وانا نفذتها، هتقفوا معايا ولا هتقفوا مع الشارع؟ كانوا هيقفوا مع الشارع برضو. ما بس انا بقول لك الحرج 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 طلبت ونفذت، فالمكابرة هي اللي ادت المكابرة. ايوه، لا وبعدين وعدم سماع، لا في حاجة ولا استخفوا بالكلام. هو ذهب في هيئة المؤتمرات بعدما كان قد حاور الدكتور مرسي وأقنعه، وقال له الدكتور مرسي بالحرف الواحد: سوف أستجيب لهذه المطالب وسوف تسمع مني ذلك في خطابي في هيئة المؤتمرات. نعم. فذهب إلى القاعة وجلس في الصف الأول، الصورة الشهيرة اللي حاطت إيده كده وما سقفش، ووصلت إليه المعلومات أنه حدثت اتصالات، طبعا بالمعلومات الأمنية اللي هي بتوصل له، يعني هو كان شايف الصورة من جوه رئاسة الجمهورية، أن قيل لهم كده بالنص: إياك أن تفعل ذلك، أوعى تسمع كلام وزير الدفاع. وزير الدفاع. فبالتالي أدرك زي ما تم الإدراك في يناير أن كل النصائح التي توجه للحاكم لن تنفذ، فبالتالي أصبح هناك مسار إجباري one way، اتجاه واحد، فأصبح يعني مفيش قدامه غير هذا القرار. طبعا كان عنده بقى هنا الحل، يعني عنده كان 3 حلول.